هالشكل الرابع والأخير من هذه التشكيلة ندوز المقادير وطريقة التحضير. لهذا الصابلي كنحتاجو 125 غرام ديال الزبدة من أصل حيواني، 80 غرام ديال السكر كلاصي، بيضة، قريصة الملحة، نص معلقة صغيرة ديال بودرة الفاني، 250 غرام ديال الفرز، و20 غرام ديال الكاكاو والشوكولا للتزيين. ندوزو لطريقة التحضير. كنديرو الزبدة، نزيد عليها نص معلقة ديال الفاني غبرة، قريصة الملح، وسكر كلاصي. بسم الله على بركة الله. نخدموها مع السخون لذيذ كطلق، لأن واخا خرجتها في الصباح بكري من الثلاجة مع الحال بارد كتبقى شوية قاصحة. زائد بيضة، نعم بتسد القراصة مع السخونية ديال يدي. صافي، غنضيف شوية الكاكاو هو اللول باش يعطيني اللون، او اللي بغات باش تسمح لي بغات تخلطو. دابا غنبدا نزيد الفرص تدريج، انا غنكمل على هذا الشكل وغنطلقها. صافي، هاني كملت الصابلي، غندخلو الثلاجة ان شاء الله يبات، وغدا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادا نطلقوه في الثلاجة. هاد الشكل عندنا في الكاكاو، تنديروه بهاد المريشم هذا، حتى هو تنخليه مهبر لان غنغطس غير نص ديالو في الشكلاط. نشوفو السمك ديالو، هالسمك يمكن ما بانش مزيان، هانتوما هالسمك ديالو. انا غنكمل على هكا ونطلقها. هاني ساليت الصابلي، لا تدخلت الفران، وهادشي اللي بقى لي في صابلي بيض درته مع صابلي ديال الكاكاو باش نقدروا نتحكموا في الطياب ديال هذا. الا ما درناهش مع البيض ما غنقدروش نعرفوه بانه طاب. دائما الا عندكم صابلي الكاكاو ديروه مع صابلي بيض. نتلاقاو. صابلي بابيون
هو طاب تيجي غزال تيجي روعة. ندوزو تا هو نديروه في الشكلاط ونطلقاو في الفينيسيون. صافي انا قربت نسالي وندوز للمرحله النهائيه. هاني ساليتهم الشكل ديالهم تيجيو راقين لا في المنيظر حتى في المذاق. ندوزو لمرحله التقديم. ها الشكل ديال البابيون ديالنا تيجي زويون حتى هو محيدق. كنتمنى حتى هو تجربوه. اللون المذاق ديال الكاكاو مع الشوكولات تيجي بنين بزاف. وهاد التشكيله ديالنا سالات ونتمنى طرقكم وتردوا عليا في التعاليق الى تشكيله اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم. وفضلا وليس امرا ديروا لايك وديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد وديروا بارتاج مع اصحابكم وحبابكم. والى اللقاء في وصفه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.